يا اهلين ومرحبتين بكل الغوالي، احلى متابعين متابعين قناة كول. موضوعنا لليوم القليل من الناس اللي بتعرفه وقليل جدا من تحدث عن هذا الموضوع، وهو تقليم جذور النباتات والاشجار وضرورته واهميته. وراح نطبق لكم بصورة عملية عملية تقليم للجذور. طبعا في البداية نقوم بهذه العملية بمتوسط كل سنتين مرة، بنكرر هذه العملية للنباتات والاشجار المزروعة في الاسس، في الاوعية، في أي وعاء موجود عندك بنقوم بهذه العملية، سواء كانت هذه النباتات أو الأشجار أشجار زينة أو أشجار مثمرة نقوم بهذه العملية. التوقيت المناسب لها، أفضل توقيت هو من منتصف فصل الشتاء وحتى بداية الربيع، هذا الوقت مثالي جدا ومناسب لنقوم بهذه العملية. بنقوم بهذه العملية لعدة أسباب. أولها لما أنا ألاقي أو أجد أن النبتة هذه توقفت عن النمو، أنا بعمل هيك عملية إنعاش إحياء لهذه النبتة لتعطيني دفعة نمو أكبر. ثاني شيء بمنع أي اختناقات موجودة للجذور، لأن الجذور بعد سنتين راح تلاحظها أنه نمت بهذه الأجزاء هون، مش في الوسط، في هذه الأجزاء سبب لها عملية اختناق. بعدين الجذور وبشكل عام بصيبها عجز، يعني بتصير كبيرة في العمر. هذه الجذور خصوصا لما تخمل الجذر يصير غليظ شوية، ما بيمتص العناصر الغذائية المطلوبة. اللي بيمتص العناصر هي الجذور حديثة النمو، الجذور الشعرية الخفيفة، هذه اللي بتمتص هذه العناصر. أما بتلاحظ أنه إذا أنا نسيت مثلا نبتي 3 سنوات 4 سنوات، راح ألاحظ أنه حتى الجذور الشعرية الخفيفة نمت وكبرت وصارت غليظة ولا تسمح بامتصاص العناصر من التربة. لذلك إحنا بنقوم بعملية تشذيب وقص وتقليم لهذه الجذور حتى تدفع عند النبتة بنمو أكبر. هذه شغلة. شغلة تانية أيضا بعمل عملية تحسين لجودة الثمار وبصير حجمها أكبر. أيضا بتفقد نبتي وبتفقد جذورها، يعني إذا كانت مصابة بتعفن في الجذور بتفقدها قبل ما تتطور عملية إيش التعفن، ممكن تسبب هلاك أو موت النبتة. ببقى دائما على اطلاع كامل بكل نبتي. الآن خلينا نعرض بصورة عملية. أول شيء بقوم فيه هو تقليم لهذه النبتة. هذه النبتة المعنى هي جهنمية. في البداية بدي أقوم بعملية تقليم للنبتة إذا لزم. إذا كانت النبتة ما بتحتاج عندك تقليم، لا داعي لتقليم الأوراق والأغصان من الأعلى، ولكن يفضل التقليم. دائما بنحكي يفضل التقليم حتى أنا أعمل عملية توازن. ولكن في نباتات صغيرة يعني بتكون مثلا فيش فيها كمية أغصان وأوراق، ما بلزم أنه أنا ايش اقلمها. الان بدي ابدا بعمليه التقليم مع التشكيل لهذه الشجره قليلا، عمليه رسم. الآن انتهيت من عملية تقليمها وتشكيلها. الآن دائما لما بدي أعمل عملية تقليم للجذور يجب علي أنه أنا أقوم بعملية تجفيف للتربة، يعني ما تكون التربة عندي رطبة، تكون التربة متماسكة مثل النبتة هون. لاحظوا التربة، بتلاحظوا أنه التربة إيش جافة. أما أنه هي يعني التربة لما تبقى رطبة ما بنفع انه انا اقوم بهذه العملية، بنجففها بعدين ايش بنعملها. الان بدي ازيل هذه من القصيص، طبعا متماسكة. الان بضغط هيك على القصيص من الجوانب، عملية ضغط حتى تطلع معي الشتلة او الشجرة ثابتة. بضغط عليها من الاسفل مع الشد، بسم الله طلعت معي النبتة. هذه الآن بعمل عملية تمشيط، بستخدم هذه الشوكة، هذه أنا صنعتها. أي أداة عندك بإمكانك استخدامها.
بعمل عملية تمشيط. للعلم تقليم الجذور فن، فنه وله أصوله. عشان هيك انتوا تتبعوا نفس الإجراءات هاي. هذه الجذور هذه ما بتستفيد منها الشجرة أو النبتة بالشكل المطلوب. اللي بتستفيد منها الشجرة أو النبتة هي الجذور الشعرية. هيها، هذه هي الجذور. هذه الجذور الشعرية. فأنا لما بدي أقص من هذه الجذور بعزز عملية نمو لهذه الجذور الشعرية حتى تغذي عندنا النبتة بالشكل المطلوب. الآن انتهيت من هذا الجانب، نيجي الآن للأسفل بنفس الطريقة. للعلم ممكن يكون عندك الجذور أكثر كثافة من ذلك، بس أنا دائما ما بستنى إنه النبتة توقف عندي عن النمو حتى أقوم عملية يعني عملية التقليم للجذور. لا، أنا ما بستنى إنه تقف عندي النبتة أو إنها تضعف النبتة، بل قبل ذلك يعني ببقى عامل حسابي. هذه تقريبا صار لها سنتين في هذا الإصيص. وللعلم تقليم الجذور يعني هنالك يعني خطأ انه تقليم الجذور من الممكن انه يسبب بموت النبتة، او لما تكشف الجذور للهواء يسبب موت النبتة، وهذا يعني معلومة خاطئة لا يسبب نهائيا. فتقلم الجذور. واذا بدك تزرع الاشجار المزروعة بالارض مثلا، او اللي بدك تنقلها من الصيص الى الارض، في هذه الحالة عند زراعتك الى هذه الاشجار بقوم انا بعملية تقليم لهذه الجذور بهذه الطريقة نفسها، نفس العملية، وبزرعها في الأرض. بكون ممتاز جدا. الآن خليني هيك أمشطها كمان من الأسفل. الآن انتهيت أنا من عملية التمشيط. الآن بقلم هذه الجذور كلها اللي ظاهرة عندي. كل الجذور اللي كانت موجودة عندي هون بقلمها. ممكن تكون عندك أكثر كثافة كمان من ذلك. حكينا إنه بمتوسط من سنتين لثلاث سنوات بكرر هذه العملية لنباتات المزروعة في الأسس. بدي تتبعوا نفس الإجراءات اللي أنا بعملها مع نباتاتكم، خصوصا النباتات اللي بتبقى أنت يعني زرعها في أسس من فترة ونسيها وملاحظ عليها توقف في النمو. طبعا انا بحافظ قدر الامكان على نباتاتي. دائما بتلاحظوا انه نباتاتي فيها جذور شعرية دائما. الان دعمل عملية تمشيط اخيرة. هذه هي عملية التمشيط عشان نعمل عملية ثبات. الآن انتهيت من العملية. الآن نأتي إلى الزراعة. طبعا راح أعيد هلا نفس الإصيص المزروعة فيه. بتأكد من فتحات التصريف تكون عندي مفتوحة بالشكل المطلوب. بجيب التربة، هذه التربة الجديدة. نيجي هان، يلا نيجي هان. هذه تربة جديدة خصبة بضع في الأسفل. حاول دائما جدد التربة، والتربة اللي شلتها من هذه بهويها، بعقمها بواسط النبتة. ننشيل من التربة كمان شوي.
هيك تمام. بنكملها. الآن بضغط، بحاول أضغط على التربة، بخلي لأصابعي، ما بخلي أي مجال للهواء. هيك طبعا انتهيت من العملية. الآن نأتي إلى الري مباشرة. بنروي النبتة، بنحاول إيش نرويها رية تكون متوسطة. هيك أنا انتهيت من عملية تقليم لهذه الجذور. طبقوا هذه العملية لجميع نباتاتكم وأشجاركم اللي صار لكم فترة زرعينهم، بمتوسط تقريبا 3 سنوات طبقوا هذه العملية. راح تلاحظوا دفعة نمو جديدة مع بداية فصل الربيع، راح تلاحظوا تطور كبير لنباتاتكم. هذه إحدى الأسرار اللي أنا بتبعها مع نباتاتي وأشجاري دائما وباستمرار، ودائما بنتمنى لكم كل التوفيق، ولكم منا كل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.